إذن عن تداعيات نتائج الانتخابات التركية بعد الذهاب لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أستاذ فراس، مرحبا بكم. هناك إقالات واستقالات في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات. لماذا هذا التوتر الذي تعيشه المعارضة؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، يعني حتى يعني كانت هناك أنباء عن استقالات في حزب الجيد في ولاية مارسين. يعني هناك عدة يعني استقالات من عدة أطراف، ليس فقط حزب الشعب الجمهوري. يعني النتيجة أظن كانت قاسية بالنسبة لهم. هم كانوا يعتقدون أنهم سيفوزون من الجولة الأولى، كانوا يرجون أيضا كمسألة البرلمان الذي خرج من أيديهم. وربما يعني كانت الصدمة بأن يعني يعني الناس لم تختارهم، أو الشعب لم يختار تحت حالفهم. ويعني هذه النوع من أنواع الخلافات التي لنقل تحت الرماد بين هذه الأحزاب، والتي ستظهر مع الأيام القادمة. أستاذ فراس، هل تتوقع أن تشهد جولة الإعادة، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، هل تشهد ربما سيناريوهات قد تقلب المعادلة في الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن هناك صراعات على أو صراع على أصوات السيد سينان أوغان؟ هو حتى لو أظن لو كسب كل أصوات سينان أوغان، يعني لن تصل إلى 2,600,000 صوت، هي أظن أقل من ذلك. فأضف عليهم لو كانت بعض الأصوات تأتي إلى الرئيس أردوغان، فأظن الموضوع سينتهي. هو الحقيقة يعني كل شيء وارد، ممكن أن تعيد المعارضة حساباتها وتستقطب كثير من الناس، هذا يعني سيناريو موجود ومكتوب، لكن على أرض الميدان صعب، حقيقة صعب جدا. يعني ما تم التجهيز له خلال يعني فترة طويلة، هل يمكن إعادة تجهيزه في أقل من في 10 أيام؟ نعم. يعني هذا أظن صعب جدا بالنسبة له، حتى وإن وضع السيد أكرم إمام أوغلو نعم. يعني في رئيس الإعلام والدعاية، يعني أنا أظن هو فقط لأهداف أخرى وليس لهذا الهدف. بنظرة مستقبلية، وأيضا في ظل التصريحات المتضاربة للسيد سينان أوغان، بنظرة مستقبلية كما ذكرت، لمن تعتقد أن تذهب أصوات أنصار السيد أوغان؟ يعني أنا أعتقد أنها ستذهب إلى هنا وهناك، يعني ليس شرطا، لكن هو كسينان أوغان أظن هو إذا أراد التحالف فيعني المنطق سيفرض نفسه، هو يتجه باتجاه الفائز. ما الفائدة من التحالف مع الخاسر؟ هو بكل أحوال يعلم منذ البداية أنه لن يفوز، ولكن دخوله في هذا السباق أصبح يعني عالميا، الكل العالم الآن يتكلم عنه، إذا أصبح شخصية عالمية مشهورة، ولذلك استقطابه بحد ذاته سيصبح خبرا. فإذا استقطبه الرئيس أردوغان ووضعه معه مثلا، هو خبر، أو المعارضة أيضا في نفس الوقت. لكن يعني أظن صعوبة هناك يعني في الائتلاف الحاكم أن يستقطبه لأفكاره المتشددة، إما أو أنه سينضوي تحت يعني جناح الرئيس أردوغان وسيغير من أفكاره وسيمضي كما تمضي سياسة الرئيس أردوغان، وهذا أظن يعني هو المتوقع، لأنه في النهاية حتى ما أذيع من أن يعني لا يريد وجود الأحزاب الكردية التي انطوت تحت راية الائتلاف الحاكم وهي الأحلاف المحافظة، أنا أظن أن الرئيس أردوغان سيتركهم لأنهم حلفائه منذ بداية المشوار وبداية الطريق في الانتخابات، لذلك يعني لا شيء من هذا القبيل سوى أنه سيكسب يعني ربما شيئا سياسيا في الداخل التركي. بشأن السيد محرم إنجا، اليوم صرح بأنه سيكون على الحياد في الجولة الثانية، جولة الإعادة، كيف تحلل هذا التصريح أستاذ فراس؟ سيكون على الحياد، ولكن تصريحاته السابقة يعني مضت، يعني كانت كالرمح والسيف، يعني إذا خرج كما يقال بالمثل التركي، يعني إذا خرج السهم لن يعود. هو أطلق هذه الكلمات وكلنا فهمنا هذه الكلمات وكيف انتقاده للمعارضة، واتهمها مباشرة بأنها يعني هي وراء هذه الأمور، والآن سيقف على الحياد. يعني أنا أظن هو لا، هو يميل أكثر إلى الائتلاف الحاكم، وهو أظن لديه أيضا علاقات جيدة مع الرئيس أردوغان، وهو رجل سياسي، يعني في النهاية سيكون له
واقع سياسي مهم، يعني إن لم يكن الآن أيضا ربما في السنوات القادمة، إذا أراد ترشح ربما للانتخابات القادمة مثلا. ولو أن التكهن ربما يكون صعبا خاصة في هذه المرحلة، لكن ما توقعاتك لنتائج جولة الإعادة؟ يعني أنا أتوقع الفوز للائتلاف الحاكم للرئيس أردوغان، لأن يعني ليس فقط بسبب الأرقام، يعني أنا لا أعتقد أن السيد أكرم إماموغلو سيستطيع أن يفعل شيء، عليه هو نفسه عليه إشارات استفهام من قبل الناس. أيضا نقطة ثانية، صعب جدا أن تعيد 2,600,000 صوت إليك. ونقطة ثالثة، يعني توتر موجود في المعارضة الآن، لكن هي تريد أن تحافظ على نفسها وتريد ربما أن تبقي نوع من أنواع النجاحات حتى يعني الانتخابات القادمة، انتخابات البلديات مثلا، وهي بالنسبة لهم مهمة جدا أن يبقوا محافظين على النصر في انتخابات بلدية إسطنبول وأنقرة، لأن يعني هذا يعتبر نصف المعركة نوعا ما. عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.